بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب وأوجب علينا من حقهم ما قد وجب وصلى الله على محمد المنتجب وعلى أوصيائه الحجب. اللهم فكما أشهدتنا مشهدهم فأنجز لنا موعدهم وأوردنا موردهم غير محلين عن برد في دار المقامة والخلد. والسلام عليكم، إني قصدتكم واعتمدتكم بمسألتي وحاجتي وهي فكاك رغبتي من النار والمقر معكم في دار القرار مع شيعتكم الأبرار. والسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أنا صائنكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض. فبكم يجبر المحيط ويشفى المريض فما تزداد الأرهام وما تغيظ. إني بسركم مؤمن ولقولكم مسلم وعلى الله بكم مقسم في رجعي بهوائجي وقضائها وإمزائها وإنجائها وإبراهها وبشؤوني لديكم وسلامها. والسلام عليكم سلاما مودع ولكم حوائج مودع. يسأل الله إليكم المرجع وسعيه إليكم غير منقطع. وأن يرجعني من حضرتكم خير مرجع إلى جناب ممرض وخفز موسع ودعة ومهل إلى حين الأجل وخير مسير ومحل في النعيم الأزل والعيش المقتبل ودوام الأكل وشرب الرحيق والسلسل وعل ونحل. لا سأم منه ولا ملل. ورحمة الله وبركاته وتحياته عليكم حتى العودة إلى حضرتكم والفوز في كرتكم والحشر في زمرتكم. ورحمة الله وبركاته عليكم وصلواته وتحياته وهو حسبنا ونعم الوكيل.